كثير ستارت ليفينغ رايت، كيف نعيش بطريقه صحيه بالغذاء وبالرياضه، رح نحكي عنها اكثر مع الروبورتاج اللي عنده اياه كمان. اي نو مع عامر. صباح الخير. هلا الاي نو الشغله الوحيده اللي انا اليوم اي نو انه سبتين ورا بعض عم شوفك. ما انا عم فكر بهذا الموضوع. انا سبقتك. بس انه ستارت ليفينغ رايت يمكن اول شغله لازم يعملها انه واحد بعد عن جوزيف، مش اسبوعين ورا بعض، لانه هلا حنبلش تخمي حنبلش بالانحدار الجسدي والمعنوي اذا بدي اكمل هيك اسبوع الجاي. لا والله هيك انا بجيب البوزيتيف. لحظه مين اللي سلقاني بالاول بعد ما قلنا صباح الخير؟ بس ما انا بقول انا بجيب البوزيتيف انرجي. لا ما عندي شك. حلوين عويناتك. وانت كمان طلعت تشبه اينشتاين. يعني المشاهدين ما شافوا شعرات قبل ما فوت على الهواء. على فكره انا بدي احيي الاعلاميه تانيا الباشا الصحفيه اللي دائما الصديقه يلي دائما بتتابعنا وبتتابع كذا وبتعرف قديش انت ملم كمان باي نو، وكتبت لك مقطع حبيته كثير، كنت حابب اعلق بشكل سلبي بس ما قدرت. ميرسي تانيا كلك ذوق لانك عم تدعميني مع هذا الجزء. لا بس هي بتحبك كثير. اي نو اكيد. يعني هي كمان اذا كتبت عني اذا كتبت شغله وحده عني على فيسبوك كل يوم عم تكتب عنك اشياء حلوه. صرنا عم تغزل بعض. لا لا خلينا نبلش بالحلقه قبل ما تخلص. لكن ستارت ليفينغ رايت هي ابلكيشن عملتها مايا وعم اذا بدك جوزيف عم بتحاول تقول لنا فيها كيف لازم نتعامل مع الرياضه، مع الاكل، مع الديلي روتين، اذا شيء بطريقه يكون موجود على هواتفنا النقال، يعني بطريقه نتذكرهم كل يوم، او نكون لانه نحن اول ما في الصبح اول شغله بيعملها اغلبيه الاشخاص بيطلعوا على التليفون. صحيح. فاذا في ريمايندر انه لازم يعمل رياضه، اذا في ريمايندر شو لازم ياكله، يمكن بيساعد انك تنقي نهارك مزبوط وتقلع بنهارك بطريقه مزبوطه. بكل حال هدول الابلكيشن صارت شغله اساسيه بحياتنا اليوميه. خلينا نتعرف بهالفيتشر على ستارت ليفينغ رايت. يلا. My application is a health and fitness application. It's for free. It's the first of its kind in Lebanon, and it's currently ranked as the number one application in the Apple Store. It offers a lot of useful tools and information to help people live a healthier and a better lifestyle. I have different sections covering different subjects. The most popular section is the exercise section. It offers animated illustrations to show people how to do different exercises for the whole body using animation. It also shows them an anatomical guide so they can see what muscle group they're training, and there are also detailed step-by-step instructions. I also have healthy recipes, fat loss calculators, tons and tons and tons of information, articles covering motivation, nutrition, bodybuilding, cardio. I have a calorie counter so people can enter in any food that they like, for example, tabbouleh, chicken, fish, bread, and they can see how many calories are in each serving size for each different type of food. I developed this application because I wanted to help other people. I wanted to change their lives. A few years ago, I was someone who was very unhealthy, very unfit, and I didn't know what I had to do to change my lifestyle. I found it very overwhelming, very confusing. So I wanted to create this free application that can help anyone. I see it as helping anyone who is like my old self, so that they can have free, honest, unbiased advice and learn what they need to do to change and live a healthier lifestyle. لكن هيدي الابلكيشن والاساس جوزيف، يعني كنت عم بحكي انا هيك قبل التقرير، الموتيفيشن الحافز، يمكن اذا قلنا انه اذا شفت نوتيفيكيشن الصبح يمكن يعطيك حافز لانك تعمل هالنوع من الرياضه، او تقول انا اليوم بدي اشتغل على هال
البارت من الجسم. في بقلبه كثير الابلكيشن، في بقلبه موتيفيشن كثير، مثل صور لناس كيف كانوا وكيف صاروا، لانه عم يستعملوا رياضه او لانه عم يستعملوا هالابلكيشن او لانه عم يتبعوا طريقه غذائيه او رياضيه معينه. الحركات كيف لازم ينعملوا، التريننج شو هن، الاكسرسايزز، كل هالامور هيدي مجموعين بمحل واحد، فبيعطيك بيعطيك مجال انه ما يكون عندك عذر انه ما تمارس نوع من الرياضه او ما تمارس نوع من الحياه المعينه الصحيه. وهو هذا والموضوع موجود بين ايديك وانت عم تمارس الرياضه، ماشي على يعني بالجيم او عم تركض على الطريق او وين ما كان عم تعمل هالنوع من الرياضه، معك هالرفرنس هيدا يلي هو حيدلك على الطريقه الصحيحه لتتاكد انك عم بتمارس هالرياضه بشكل صحيح وعم تحرق هالكالوريز او عم صحيح. هيدي بالنسبه للرياضه، وبالنسبه للتغذيه يعني الواحد اوقات بالنهار بخفق مثل ما بده لانه بيكون مشغول ومش فاضي ومش قادر، كمان ممكن يتساعد من خلال الابلكيشن لانه يتناول شغله. اكيد صحيح. اكيد. سو هلا الفكره انه انت صار عندك مثل نوع من بيرسونال ترينر، مدرب شخصي، بس بدل ما يكون موجود معك هالشخص ويكون عندك تكاليف باهظه ليكون معك موجود كل يوم، صار موجود معك هالابلكيشن اللي هي بتمثل البيرسونال ترينر او بتاخذ صفه البيرسونال ترينر وبشكل مجاني بتنزل على كل التليفونات. انا رح اشتغل على ابلكيشن جديده تقريبا. بعمل لك بفرع افضل لك. على الكرسي كل يوم سبت بهالوقت حط التليفون وحط الابلكيشن. بهالوقت بس. اوكي.